بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلي وسلم على من بعث رحمة للعالمين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. بندر المسلم بجول وشلنا ونجورا بسم الله جند ميدن جند تاتا بيرك فاتي الإمامة الأغمى جند يوتنو عنده وان جند من سكتين جند ديمير عنده إن كالينو هن شبهاتو جي إن بعدين بيجو شبهاتو جي خوارج إن جوغي ريوتو دي حديثا جي والا ريوتو دي مسألة بيتي دو فوتي وان أمير المؤمنين كو قريش يانك يشبهاتو جي مبدي بن جولنو هن جيش جي دي سيرنا بن جابي بن دوتري بدليل الله جي شلو دي جور ربيد كسنا نارو دوني يدون وانو جون دي ميدن حنكي ها جوني كو يندر دين شبهاتو جي مبدي جاهتين هند جاهتين كتو صحيح إمام البخاري يا حديث أجنر تيمة در شفن تاتي جياني تو صحيح الإمام الجامع الصحيح من صحيح البخاري دو ويدو كانكو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري هو حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو يحدث أنه سيكون ملك من قحطان فغضب فقام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولئك جهالكم فإياكم والأماني التي تضل أهلها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقام الدين نمود هنلكو ما أقام الدين أو كلهم ونيت ركز دين مولهم بإذن الله تعالى يأود حديث شرح فتح الباري شرح ابن حجر نقول توجد وأديه مما دسيرنا بوبه كو حالا إن شاء الله كو أديه ما إن جاتهم وني أود جملة ما أقام الدين أو إيه ربو ما أدري شو بعد ندو بخروج على الحكام إن بيدن دوك شرط ما أقام الدين ما أقام الدين فرق ما بين يابير الشريعة وفوفوف ايوه بين غوبا حديثا لا تدي شر غوبا دليل لا دي شر بيوجي الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان بين غرغا ايوه انون يلا دي فتنه يلا دي تاويل كو بين جوغراني اندوت انون كو مصيبه بوندو وندم اذا رايت الذين يتبعون ما تشابه فاولئك الذين سمى الله فاحذرهم ايوه انون وهذا جملة ما قاموا الدين ما قاموا فيكم الدين ولا دوي دو جملة كو إيدي دمكو لا يعاديهم بكانكو معاوية نر حديث وجعفن حديث فانارا وانا فرق دم كانكو فو كو في شكل دين هنكو محل جيلة تيادو لو كو اون شكل دين كو سندي كو ايو ترمين انن يسابو هدي كو انتي قصة ونطون كو سابيها معاوية هالي او دا حديث اما دين الالو كو ننلي بكال هاله كو كال نارا واندي عبد الله بن عمرو إن هذا قصة وانت قحطان ناجم الله مولك نندين قيت كو قصة وانتون فجيتا كو جوتي لنكو سمنو وان حديث اوكم يكو مؤوية حالكم رضي الله عنه نويد سمعت فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين ممرفت يا الحديث قال تسكو لنغنه كوني حديث كوني قصة حديثه كون سبب ورود سبب قال كل معاوية حديثه ايوه نوينا كان هنا البخاري حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث انه بلغ معاوية يحدث انه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش ان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يحدث انه سيكون ملك من قحطان فغضب فقام فأثنى على الله بما هو أهله فرت معاوية ونجي من الخطبة دي ونندي عن قصة وندي عبد الله إنيوية وندي ما لامه جاء قحطان من عربي يمن
والخطب فقال من فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنه قد بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولئك جهالكم فإياكم والأماني التي تضل أهلها فإني سمعت رسول الله دو حديث فدت فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجه ما أقام الدين لا يعاديهم أحد إلا كبه الله لا في النار على وجهه ابن حجر بأي لا ينازعهم أحد في الأمر فأندرت هاي قوات لومبنغان قال إلا كان مقهورا صونا ونبولاده في الدنيا تؤدنغا معذبا في الآخرة تقول يفتتي لك للاكا ابن حجر هنا فردد قوله ما قام الدين مرت نعم ابن حجر رحمة الله عليه قوله ما قام الدين يكون قلنا صلى الله عليه وسلم ما قام الدين شغل ديو فيرتي وي اي مدة اقامتهم للدين من معنى لغة مدة وقت نيب دي دين ولا نيب الدين رنا دي دين ولا نيب نو دي دين وادي شغل ديو فيرتي فير غودو وادي جيش دي او يجدي من ابن التين ادي جيش دي ويجدي من لو هاي ابن التين من شيرنا جبتنون وي قيل يحتمل أن يكون مفهومه فإذا لم يقيموه لا يسمع لهم ويكد وقيله أن يسوغه يحتمل أن لا يقام عليهم وإن كان أن لا يقام عليهم وإن كان لا يجوز إبقاؤهم على ذلك وذكرهما ابن التين درجة ابن التين يجد من احتمالات جنون جنون ثم قال ورفت ابن التين وقد أجمعوا على أن أنه ابن التيمي واند عند بكوري فيرتي دوم نودتي عند بكوري على أنه كي واند كان أي الخليفة وني كوي الخليفة كلام إذا دعا إلى كفر سنودي في عود كافر عقل أو بدعة ولا نودي في عود بدعة يردها لابن التين هذا كذا ابن هجر يقول جابر أو الإجماع أو بدعة ولا بدعة أنه يقام عليه واند فيرتي من جلتة مكو en gimminam kabay makum badda ittudem lam sunuddi hudum fiyawde kefiru wala sunuddi fiyawde bid'a ay kongul fiyawde bid'a ngul wala smagul didi didi don khattuji didi sab ko kongul naqish tengo e sunuddi fiyawde kufru dum min anda didi dum jeddindirani kono ko wi ko be kawru wonde jomno de bid'a ala dum sallimana ko ijma on ijma ga aksimu wot wada mun ibn hajar ma jabum ويدون ونكو وقد أجمعوا كان ابن التين وقد أجمعوا أنه أي الخليفة إذا دعا إلى كفر أو بدعة أنه يقام عليه ويختلفوا إذا غصب الأموال وصفك الدماء وانتهك هل يقام عليه أو لا كان ابن التين وهل لديه واندي لام سندي في يدي كيف راقل سندي في يدي بدعة فف no fof yimbe hodo en gimmota jaltales ni yimaan mu jaltay loftar mu e don han teskita ko khuruj teskita ko imadi ittam iyo imadi ittam joomen jalti on wi taaki jalti laam fodde doftete o wi non kan ibn tin hala to wi waqtalafu kon andu bi luri idha ghasaba al amwal salam lufti jawdeli yimbe وصفك الدماء او يبي اي ميجه وني باروت لو توني ورا الله نندين وانتهك وهنتي هرماج هل يقام عليه او لا ويدو بلوري بل دو من داغو فيرت يالتو دي نيمان اور لام ولا داغو تاكو ني ونو حال كان ابن التين جون ابن حجر كو جابي حالك هاد ماي ودو ايت او وي انتهى كان ابن حجر وي انتهى فيرت حال ابن التين غسي كو يدنو يغودكا او وي ومدعاه ندو كو نوديتي كان ابن التين ابن حجر يقول ابن تين نودي سيدو من الإجماع إجماع على القيام دراد حب فرت فيما إذا دعا الخليفة إلى البدعة مردود وند نودي تار وند خليفة وند لام نوس نودي بدعة وند من جمع نجلت كبايم ويقول إجماع مو نودي سيدو كان ابن تين أكو مردود إجماع أكو باطل وادان وادان كسب أولود نصي كلود نتم أيها نوار ابن حجر قدل لنوره إلا وين وإلا سوانا دبيه كان ابن حجر هذا وإلا سوانا
إن حمل كونغ المقنوص اليتام على بدعة هي بدعة مغندا تؤدي إلى صريح الكفر بدعة مغندا كفر إن وجوم لأنه هاجون كفر نبيته كم كفر تن ويسانا كي كدون يتح دون فتان سير ندي كفر طب كان كوي كو أدي كفر باني كدي أدي بدعة باني خلا تاكو بدعة وانا كفر تاني كفر ونو بدعة غن كفر وين ناتي كفر طب كفر سبب جمون بدعك نجيا هني ويجا يجا بدعة يو دم وينكو ابن حجر وين إلا إن حمل صونتي حال مكوكا كيتامة فيرتكا فانكا كفيرتراما وند بيد أم بو حالة توك تاكو بيد أم غندا تؤدي إلى صريح الكفرين أدى كفرك الله من الشر وإلا تي ونا دوم تيتن ونا أم بيد أغدو كفرك الله من غن فقد دا المأمون خليف أباسي بيت المأمون والمعتصم كبيت المعتصم والواثق كبيت الواثق بيد وخليفة بتاتو كم من دي كم نود بدا ورتما نود بدا هو وني بدا قولي بخلق القران وند القران كو تاغا كي ما امون فدي دو وما لومتي دو موري هيم وما غود كدي ري هيم ما وندو ساب اي كلك اي ابن نود دي غود يسما انغار هنجو ان شاء الله يا ابن هاجر رحمه الله عليه دو اي ويا وما دعاه من الإجماع على القيام فيما إذا دعا الخليفة إلى البدعة مردود إلا إن حمل على بدعة تؤدي إلى صريح الكفر وإلا فقد دعا المأمون والمعتصم والواثق إلى بدعة القول بخلق القرآن إلى ندي بدعة لام تتفف وآقب العلماء بالاقتراد مندبه من أجلها سبد بالقتل ببريهن يوغا والضرب بهم بيام والحبس بهم شوبيام وشوكام بعد فف إمام أحمد نجيا بورتو لابت دي فيها بشوكاد لابتا بهم وأنواع دم الإهانة نون يجي كوية رفوم بدي كل وديد من أندب يتكاريكو بنو دركو كبيدا بيبيكو هايم من بينو فرسنبويا نوفوي أندب داني شديد أندب حالو بناني فف كبي شديد ونسا أموال الله ويوي كانك ابن حجر ولم يقول أحد بوجوب الخروج عليهم بسبب ذلك وي هاي غوت 50 هاي غاندو غوت وي انو ان وقت يالتو دي بيان لام بي وادانو بي نون ندانو بي اون بيدا سبب بيدا مبو بي ندانو مم وي هاي غاندو غوت وي انو ودام ذلك الامر ودام الامر كيفياك اون اون فيتينه ودومي بيضا 10 سنه دوبي سابوي كلك فيتينه اون جوكي بي ليفتر دوم اندو وانا دوبي ديدي وانا تاتي وانا بال ديدي وانا تاتي دوبي سابو طول سابو لام بي تاتو فلوم تندير دون خلفاء تتفف يبدي جابي جابي قدام يا ون المأمون كيف فددهم المعتصم ريهن الواثق ريهن ها النيون المتوكل أري كيم إتين كيم إت فيتن بون فيتن فيرت كونغل هفود وادم وورتين السنة ون حتى ولي المتوكل الخلافة فأبطل المحنة وأمر بإظهار السنة ويو ما نقله من الاحتمال ابن التين كي هاجنوا هذا تعالى مكان ابن حجر كون اجيكو من الاحتمال احتمال توجد واجتوني في قوله هذا عند الحديث وين ما اقام الدين خلاف ما تدل عليه الاخبارين لونديكو خبروجي جادو دي كالو جورا مغاري دين مبدي جد ما فتش ما جد كان ابن حجر ابو ادي مساله سديدي عند ذلك يا تما كتاي كاي كو جيدو داكو كو في كاي جيدي داكو دين غونغا اصبرت ورا صبره صبر نون كو صبر سين ونا صبر صاد ونا صبر منيال دي كو صبر رندينت ايو يات دندينا دندانغال كو اري هنا اس نوسو ساج غاردين فون دندينا دومن تاو ها جودينا ياسما يوا كانجي غوندون دي هولي مطلق هولي مقيد هولي بعد كلمه بغودو على هولي ند ها كانجي فو با ولي غيندي دي كانجي فو سان ساويتنا لي بيفتو غا جزئي جاي ندير حديث غوتن ada dokta hen tanantik maqamu bikum din sam badan dinatan ina dago addakna dum yimbe yo jaltu el islam be yiji meji mo njuppe sabu kambe tan barate yaltu el islam yita kede waro ilam ko an tan warate non ada wardo dum miskine be alla ayyo tawana jodi al nyam ma fi ma tan dir suduto nanko chade ma dum gondo nanana wa fof do ibn hajar wi ko وما نقله كو اجدن كو كان ابن التين من الاحتمال احتمالات يحتمل ونك ان واي يا احتمال فوق ان واي يا يحتمل كذا ان واي وند كون ان واي وند كدي غد فشت من ودي جمن اسود بما احتمال كاستدلال جادته كلا احتمال نات استدلال يلتت كلا استدلال نات احتمال يلتت هون سوني ثاني ان واي
عن دوم دليل نور تاكي أو مسألة دون دليل نور تاكي دون فهو دليل نور ما دام يجيني واي فيرتي يجيني واي كدي واس وند يجي دليل نور أنا نون يترتى يترتى دليل جت كوي نعدت يجوا نقول نص كوي تكو نص اللي بين أصول كما لا يحتمل غير نص كان يمكن كوي على احتمال هاي قط تندين تانكون ديت هو نون نص تو بين أصول يمكن iyo ibn hajar rahmatullahi alayhi ko onno diti ko wala ko on eggi ko ihtimal ihtimal khilafin lundi ma tadulla lil akhbarul waridatu fi dhalika in lundi khabaruj gardi mas'ala wa tanfirti ad-dallati tindindi ala al-amali gullird bi mafhumihi mafhum wa dak yata mafhum ma mafhum khalafa la mafhum li muwafaqa mafhum mukhalafa illi yaltada aw annahum ولا كم به من لام به إذا لم يقيم الدين يخرج يخرج الأمر عنهم ولا كم به دم سب نيبنا الدين تنفيك إيو جود ما بكم قرشن كم كان إيو دجود ما بإنجال تي ما بكدي ما سوون دقوتهم سب كم يجون حك وحالتك جوجا دي بحك إن كم بكم سب إن درنا كدين وسب بدي سقوف كي بقول لرندين ونفوت قول لرديني فيرتي بنتبور دهن قط دو حنت كم بقط نفوت قط دو سو يتيوي تاك توني سو لا ميم فيرتي weta ke ko so den jilo lambi on cibo kora shankita yama dama be yibna ni dino firti eden ba yettori goddo so be yimni dino firti daganta ko mi yettudi goddo dum woni halaka wonde wana khurujo yaltude jomu wallahi fodin wala ko den ngi no wi kan ibn hajar aw annahum idha lam yuqimu ad-din yakhruj al-amru anhum ويوقع ورد في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه نظير ما وقع في حديث معاوية حديث أبي بكر أوكو ابن إسحاق الدين بوم الكتاب الكبير ابن حجر فذكر ابن إسحاق وعندو أدي حديث وهالي قصة هدو قصة سقيفة وبني ساعدة وبيعة أبي بكر وفيها أين يندر أثر عام فقال أبو بكر أبو بكر إن هذا الأمر في قريش وفيك قريش أنكم جيد من لم تنقل قريش أنكم بود لم تأتي كم جيد iyo ma ataa allah don debi kiddi do aftada allah wastaqamu ala amrihi bi kiddi hudum yib de hudum e yamir wada allah ibn hajarin halam kam min je firti do firso na jalti do aftara allah kam be goddo fo poti kam be goddo yeta kanti qurashan kidan be natti jogade hakke on hay staydum firtani gado ta fam firtani so be natti jogade hakke wande ni khuruj khuruj ko bangi no la no bari wande on fof hay sona qurashan dag ta ko wadde mu khuruj ma dam wonan kifir wana khurujo halati wal firpamadu do halati ko handudi e wasda handu bu shari wiata e shubudi odo ko odo beedo put yettede ma dam dum don hedde ma zum natti heddade mabbe e yettegol gol ina wawi wonde mabbe ina wawi wonde goddo kambe goddo foti hen ni muhim ko wajibu goto jodato numa en garo hen inshallah taala e jolle goddo do ni asar o نون أبو بكر رضي الله عنه ويا إن هذا الأمر في قريش ما أطاعوا الله واستقاموا على أمرهم ابن حجر وقد جاءت الأحاديث التي أشرت إليها على ثلاثة أنحاء ابن حجر ويا حديث جديد نجوف في مقرد مسألة نقري إيجاش تتي ما إنقر هنجون إن شاء الله وفي قاش تدق على أبو بلي يسيدا نقفف وعيدهم باللعن إذا لم يحافظوا على المعمور به كما في الأحاديث التي ذكرتها في الباب الذي قبله وفي حديث دي يوغا هنا سينغرد تاكو كود واندي سو بنيبنا ندين حتى دي بنيبنا ندين وحودي ما وحالم انو حديث دي كود اب ونون حديث ويري فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله كلا يما بكم بنيبنا ندين فعليه لعنة الله هودي دندي يعني بيد فعليه لعنة الله ونقونا wana kuddi kari muayyan ko kuddi sifa baddo mu kala mu yibna diina foti yibde ni faali zanatullah o do huda mu firtani hodum yoyimi jaltile si jimani mako dum ko yese en wot mo halam kam ibn hajara la ta shar o yima wala sa fi hada ma yaqtadi khuruj al amri anhum o do jumla firti wiide mal famallam famallam hodum يفعل فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله ويدنون دي وديرو سبوري أرندي دو فيرتاني خروج الأمر منه وندي بنتيهان دو ديهن بنتي بورد قد الله دو فيرتاني بنتيهان دو ديهن كم بو نيبنا ندين اما بكم بقرشان كم بنيبنا ندين كون جلتنا دو ونعنيبنا ودين وكن وكين نهدي دون وكين هجون هدي هان دو ديهن
وبي الثاني يسلم هذا سجن قده وعيدهم كسبنا بأن يسلط عليهم من يبالغ في أذيتهم. هذا تقول إن قال إن تشابنا سبني من الدين تم اللور تم بهدوم بين هوينب ولا بين توعب بين لابتب. إيه نودي حديث قرطة مسند إمام أحمد كي أبو يعلى كان أدي حديثهم. حديث ابن مسعود كو مرفوع إن الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش إنكم أهل هدو هذا الأمر ما لم تحدثوا دون فإذا غيرتم بعث الله عليكم من يلحاكم كما يلحى هدو القضيب. ويوان دنيا سلسنوية همون نقرشا كوي ورفياكي كوي جوري مون كونون بري هاندو دين فيرتي ونون كان دي ونون دكار بانجي نعوار يو هارون كينون كو سو جون سوون سوون كيس ديني فيرتي سوون غا دي كيس دي ناني دين او كيس دي والاك نان دي سوون كيس ديني جدي حدث ما لم تحدثوا سون كيس ديني نون فيرت بس ميك دون دون كيس ديني يعني جيد فيرت بيد عادي كجيد تاني دين قاله لون دي ديني فيرت ايوه اوي فاذا غيرتم سون غسن شانزينون بعث الله عليكم مع النيل ليمون نيل دومون من يلحاكم بين والتمون كما يلحى القطيب هنا نلقل والترتيني باجي مم والترتيني أيوه أوي رجاله ثقات رجال سند أولو كثقات فرتاني بكان داني كونو سفر وني لو كوتونغا شرطي أيوه أري لفظ قد هاجون حديث ابن مسعود ولا أبي مسعود غير أنصاري وأديكم ابن هاجا لفظ تقل له هذا سند وهاري كوني سند وجدي فف دون جون بين دي يونو تهيل ولا يزال هذا الأمر فيكم وأنتم ولاته ولو فيها كوجور مونتا كونون جيدون الحديث حديث الإمام أحمد الدين وهذا سماع هدوم عبيد الله من أبي مسعود نبدا نظر نظر أو ما هي خلاف سانكادي يقول أبو مسعود يوبي أن جوجي الشاهد نور مرسل تعطى ابن يسار إمام شافي أدي أثر عون إمام بيهقي أدي أثر عون طريق من طريقه بسند صحيح سند ونسل إلى أطافر أعطى ابن يسار لفظ مكوك قال لقريش ويان قريش كو بأنتم أولى ونبود هان أولى نسكي ونبودين بهان بهذا الأمر ورفياك ما كنتم على الحق دون أن كدي أقوانك إلا أن تعدلوا سونا سونغتشي قوانك أن تعدلوا عنه سونا سونغتشي أونغتشي قوانك ودنو سونغتشي قوانك وصفني بي فتلحون والتلون كما تلحى على هذه الجريدة وننقل له الشات اللوش التمرون قل لهم ولرتيني الشات نقل له ابن حجر بتي في وليس في هذا ايضا تصريح بخروج الامر عن النفوح حديث دي شرحاني وند بنتي جيد كو سابور يا وني دير هين سبي بيو نان كو بسابنا سابور وني ما الورت ما بتو بان قدر يو وان كان في اشعار به هستين والاشعار انني حسب فيرت ما الورت ما بمبو ايت دوم جودي ما وي أجون كان إمام ابن حجر رحمة الله عليه وليس في هذا أيضا تصريح بخروج الأمر عنه وإن كان فيه إشعار به والثالث يا ستطبع حديث آثر تندين تكوكو الإذن في القيام هدوم عليهم وقتالهم والإذان بخروج الأمر عنه يستطبع عنه يمرد إما دي حباي مأبكان بقرشان كوابين هدوم هدوم يا مروري يلتدي الاسم فرتي بنت جيد فيك او فرتي وان درج دو بنجوتو تو بنت جيد فيك او بنت هاند دي لامال يو بنت هاند دي كو ما وني هاند كام بي فو بوتي تن فرتي بنت جوغرا كام بي كير تورينو وان درج دو بنجوتو تو بنت جيد بنت هير تورادي بنت هاند دي هين يو ونيكو ويكو الإذن في القيام عليهم يعني يمروا الإمام اتدم جود ما وقتال محبد ما والإذن يمر بخروج الأمر أنهم دون في ارتفاعك جيء نتي وند جود ما كم قرشنكم ودو أثر نون بل أو سل أثر تندن دم دو ونغرتين إن شاء الله ويكما أخرج الطيالسي هنا أددم أبو داود كونك طيالسي أنا أبو داود قلهم أنا قندار جم سنن طيالسي أددم والطبراني كإمام الطبراني من حديث ثوبان حديث ثوبان مرفوع كو مرفوع نص أونني
كن باسا هنياري توسا هنجي أسانا تهوني تون وانا بيستقيمو بوچو دي لي قراشن بوچان دي قراشن كوب جول بن جامير يو بوچان يو نانام بين دوفتو سب بين مول فد لاماتي فرت ونستقيمو لي قراشن مستقامو لكم دون بكي دي فوچان دي مون فإن لم يستقيموا صبين بوچاكي فضعوا سيوفكم بوچاكي مبكو دي سلميج مون فرت على أواتيقكم مبكو دي سلميج مون فأبيدوا خضراءهم ممتن بكم بقراشن كوب هكذا فإن لم تفعلوا سوام بدارينو فكونوا ودنغوني زراعين ولا زراعين غني ريمو بأشقياء مالك ساب غني ريمو بمالك ساب وفي ورجال ثقات رجال سندك ثقات كونونو إلا أن في انقطاع سابكو منقطع سندك منقطع منقطع قبيل هدوم ضعيف في أثركم ضعيف لأن راوي ويس براوي بيت السالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان on hed nanani hodum firti o yi'ani sawbano jangani mum firti won lombire don on andak il faut on ande ande humbuni ko on yahu yi wala hu shahidun atharun jugi shahid fi tabrani tabrani min hadith an-nu'man ibn bashir bi ma'nahu on ari e ma'na makko wa akhraja ahmad min hadithi hodum hadhi mikhbari bi kasri al-mim wa sukun hodum al-mu'jamati wa fatil muwahhada hadhi mikhbari يو وهو ابن أبي هدم أنا ابن أخي النجاشي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان هذا الأمر في في حمير وندور فيك ونكو جودي تيب حمير فنزعه الله في ارتلام حمير إن لام تنو من أربع بوي قيل أكو بوي نكو إيدي إسلام كان بين جوجنو لام من بيتيب حمير دين يلقان نقول فإن حمير حمير نون يرجي نسبها كان ابن حجر حمير نسب مرتك وقحطان سود ويتين قحطان سود عربي عندك وبه هدوم يقوى أن مفهوم حديث معاوية ما أقاموا الدين أنهم إذا لم يقيموا الدين خرج الأمر عنه والنسب يبنان الدين فيا كون بنتي هاندو دين فيرت بنتي بوردهن قد كم قراشن كون بنتي بوردهن قد أم دو كان خروج وكدي ناقوتم في اندراني خروج من بيتا وعان ko be natti ha nefirti be kambe goddo fo ande poti yo wiyata kam buri handude lan wiyata kam ne kabi do bine sappori wiyane den hebu dum ala sabu natti handude won ko halata ko wiyo wiyo khadu may ngar hejun nam o wi wiyo khadu ngim hajar rahmatullahi alayhi ويؤخذ من بقية الأحاديث أن يأتي حديث الكديد أن خروجه أن خروجه عنهم إن إما دفياك وجيئه e mabbe kambe quraish ko nattude handude be hen walla nattude be burdu goddo inna ma yaqaw ba'da iqa'i hudum ma huddidu bihi min al-la'ini dum kewata kum cagal de be badi ko be hudum ko be kulbinira ko kudde ko nande ko miya ko so badi dum be kudam mabbe bada de hunde awwalan ko idi fuf wa huwa al-mujibu dum saboto su kuddi ndi yana do ma dum sabo al-khindil khizlan woni gam bede be dia wa fasad ad-dam hudum at-tadbir wa fasad hudum at-tadbir woni bongol tasarruf mabbe pirli tagol gedde de mbade bu lam do kany jogi tasarruf e dawle yonandi hen be so be badi non kuddi ndi se yana mabbe don hanti gedde mabbe fuddata bondi firti fi jono bono wona ko sappo jolat yodon gedma fuddat bon dum ko do bangi hoddiro ga taw on bangi ton yon non wa qad waqa'a dhalika wi dum kiwi kan ibn hasir wi dum ka kiwi fi sadri dawlati al-abbasiyya ya hore puddore dawlati al-abbasiyya dum fuddi summa tahdid refti tahdid ara won hulbinati sum badi ni tan no ko iwata jodi mum woni bi taslid wala ko wurte mon man yu'dhi bi taslid man yu'dhi woni alla wurtu de dawla abbasiyya bo ina to'abe bo ina to'abe man yu'dhihim man alayhim woni bi tasliq man yu'dhihim alayhim wa wi kan ibn hajar bo wujida dhalika fi ghalabati mawalihim dum tawa mawlaji kam ben firti wonno be lesma wonno machub ma wala kanani ko wite mawali ganda kambe kam goni do be jeka quraish ko bal jeka arabe ibn kul hewde nga سبوكو ساسانيج سامانيج كاي سلاج قاجي كنند دين غزنامي اجي كنند دين كده غنا غارب كما واليك كما والي ويت مولا
الورتي ووجد ذلك في غلبة مواليهم، طب موالي دي كان جوجتي دوال، بحيث صاروا معهم كالصبي المحجور عليهم، يقتني أهدهم بلذات ويباشر الأمور غيرهم. كم ببن باتر نقول اللي هي سهدو مواليج ما ببين بين جيتي إن لامو كم يجي إن كم بدولة العباسية، لأن فونا كانوا تاريخ فونا عندي دوم، كانوا تاريخ فوفين عندي دوم دولة سلاجقة وليجر. أيوه ما أنه كم بنقول سلاطين كوكب ليس بنقول ليس خلافة خليفة كان يمندو كم يجي سلاطين بين جورتو بين جوري كم يجي دولة فوف كم يجي نتفر وندو يكون إلا هي قوات جيمان بل كيسا عجب نجيم هاي بغدا ساي ونجيم مغا إمن ويدي خليفة ساي كدي كنان دي دون ساي كان بي بو دون درغا كان بي سلاطين ودي بي غلا فو دون درغا ما بي كيبلو دولي فو غارد فو دي خليف خليفة طير رو تلو آن كو آن كير ريم سو غط أري كدي بك آن كير ريم فرتي وعلا دولي تولي بعلا كان بي جيب دون نتفو نان جنغو تاريخو وإن آن دي دون وانتي كو إن نتان تولي فو غلا كان بي غوني خلا خلوفا خليفة كو بنو الأباسين قراشين كو بعندا يكون نون كو بوري جالا ديكو اندتان دولو ياوي اللي يفتن في دول عباس نو وجود ديني فوف ياوي اللي يفتن نو كو جيدي بيدي كونك ابن حجر نو نون تاكو دولة سلاجقة في رفاني دولة بانيا كو يلس دولة عباس يووني كم بيتاكو سلاطين جوكي اندنا مجينة تاكو سلاطين نون تاكو ألبي أرسلان ام بيد ابنانا تا أرطغرل ام بيد ابنانا تا اكوانان دي بيد فوف بنتنا بكي ان شاء الله كذلك دولة جني يعني بدي فايد كونه كلس نجي من دولة عباسية بدي فايد نيك أولي دولة زنكية فوف نور الدين زنكي صلاح الدين الأيوبي دين دولة جتون كون جتون فوف فوق كلس نجي من دولة عباسية ون كونه كم يكون جوجي بالدولة بين كم يجي سامبة وخليفة كم يجي فوق دم خليفة بعدت خليفة كم يجي تو بغداد كم يجي نقول قول كنا ندوم كنا ندوم نحن وافوف عليكم السلام نحن وافوكو وجد ويدي كان ابن حجر ثم اشتد الخطب فغلب عليهم الديلم فضايقوهم في كل شيء حتى لم يبق للخليفة إلا الخطبة واقتسم المتغلبون الممالك في جميع الأقاليم ثم طرأ عليهم طائفة بعد طائفة حتى انتزع منهم في جميع الأقطار ولم يبق للخليفة إلا بمجرد الاسم في هذه في بعض الأمصار ولا كنا ندعي في دمبنوكو بساق بنيانوكو دمبنو نتن الور كما لكم بويني ولا بإهانة ولا كنا ندعي هاونتي بكدري تنكو إندي كو إندي تن يودي دون تن يودي دون تن وفنا سايد يودي تن هيدي هنتي كو إندي تن كو كم بيجي إندي لامو كنون تصرفو على كم بيجي نهي بات أيوكو جن نجوت النفي دوات من الدكات إن شاء الله ما إنجر جن والنبي الله تعالى حديث قلوا عندكم أقام الدين هون كو ابن حجر الأسقلاني كو حاله كو إج أندو كو على ما أقام فيكم الدين وأنا كان كتن حديث أج قلت نجاري كو فاتي دوم جدو هون يتعدي هذه المسألة صبرت عنده أثروج جر هندي فوف ابن حجر الدنيا أثروج لي وحال نيم كذي جيش شومي دين أثروج دين جهات كوي جيش تتي ولا كنا دين حديث قدو بمن بعد تدندن حول من حديث شل جر كسون حديث راجون جر سيد بخاري حديث عندك نمر مكتم جديد دي أوجنا جديد تيام دير شفنا جديد وانغرتين اجول غاروج باذن الله تعالى محمد بن اسماعيل البخاري دوي حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبته عن ابي التياح عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا وان استعمل عليكم عبد حبشي كان راس زبيبه من الله جل جلاله وانغرتين باذن الله تعالى وفقني الله واياكم لما احب ويرضاه وجعلني واياكم من الذين استمعوا القول فاتبعوا احسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته